عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال كلمة يقول: حكم قول قائل أسألك بالله أو أسألك بوجه الله. أما بالنسبة لأسألك بالله يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل بالله فأعطوه، رواه أبو داود. وقال ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال العلامة الشيخ الفوزان: السؤال بالله يدخل في باب اليمين، فمن قال أسألك بالله فإنما هو قد أقسم عليك، فعليك أن تبر قسمه. وهذا في معرض إجابة فضيلة الشيخ في الدورة العلمية بجمع الملك سعود رحمة الله عليه. وأما وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه في نور على الدرب في مسألة سؤال سائل، يقول: بعض الناس يحرجون، يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فهل علي حرج إن لم أفعل؟ قال الشيخ بن باز: إذا قال أسألك بالله فيما يعرض لك إحراجا فلك ألا تجيبه، وإنما كلمة فأعطوه أو فأجبوه على وجه الندب لا على وجه الوجوب. أما إذا قال أسألك بالله في أمر واجب كزكاة أو شيء من هذا القبيل، أو أن تنصره في مظلمة، قال وأنت تستطيع، قال فعليك أن تجيبه إلى ذلك. وبعض أهل العلم حسن حديث: ملعون من سأل بالله وملعون من لم يجبه، رواه أبو داود. لكن هذا في الحقيقة أنه مرسل، فيه علة الإرسال. وإن أخذنا بهذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فمعناه أن يكره الإنسان أن يقول أسألك بالله حتى لا يحرج الناس، ويكره الإنسان أيضا كذلك أن يرفض ذلك. لكن كلام الشيخ بن باز والشيخ الفوزان يدل أنه يجوز الإنسان يقول أسألك بالله فيما هو واجب ويقدر عليه الذي تسأله في ذلك. أما كلمة بعض الناس الآن في الواتساب وغيره يقول لك: أسألك بالله أنك أنت لا تحذف المقطع، أسألك بالله أنك كذا، وهذا فيه إحراج على الناس، هذا لا يجاب لمثل طلبي. أما قول أسألك بوجه الله فيه نهي هنا، لأن هذا يدخل باب الشفاعة، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه، لأن الله عز وجل قدر عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعليه فالقول الثاني مكروه، والقول الأول أسألك بالله يعني جائز. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.